مرحبا، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتحدث كيف نعمل كرييت برودكاست، يعني بدنا نسوي فيديو بدنا نطلع فيه مع الناس ونحكي لهم عن شغلة معينة لايف. طبعا ندخل على ستريم يارد، أول الصفحة بتدخل بتلاقي هذا المنظر. هون البرودكاست اللي أنت عاملها أوريدي كرييت، هون كرييتد بأي تاريخ، هون سكادجول بأي تاريخ. زي ما أنتم شايفين أنه هذا عامل واحد بس لسه مش سكادجول. خلينا نعمل واحد جديد ونشوف شو هو. نضغط على create broadcast، هون بتوديه بتشوف وين انت بدك تحطه. عادة احنا بنحطه على دكتور جمال وكنار تي في. بنحط الاسم، مثلا الاسم تجربة، خلينا نكتب بالعربي عشان اورجيكم في شغلة ممكن تصير. تجربة الواحدة ظهرا مثلا. اوكي، هون إذا بدك تكتب إشي للناس مثلاً، إذا ما بدك ما في مشكلة، بس هذه عبارة عن تجربة فقط. أوكي، بتعمل سكادجول، بتحط إذا بدك تحط عادي أبلود لصورة. خلينا نحط مثلاً صورة جرين بارت، تعملها أبلاي. والتاريخ بتقدر تحدد التاريخ مستقبلا، جون جولاي، خلينا نحددها مثلا 31. عادة بقول لك بخلال 7 ايام ماكسيموم، تقدر تسويها خلال 7 ايام. بتقدر تحدد الساعة وبتعمل كرييت ل بي ام او ام. وتحت هون اذا راحت زي هيك بس ترجع كرييت، ترجعك على نفس الصفحة. تحت هون بتلاقي في مربع، للأسف بالفيديو مش طالع اسمه كاستمايز. اوكي، هلا لما تقول كاستمايز هون بتضغط كرييت، خلص هلا بروح دايركت بعمل لك بوست على الفيسبوك وعلى الانستغرام، على الاثنين فيسبوك هدول، انه في برودكاست راح يصير بيوم كذا الساعة كذا، وهذه العنوان تبعه. خليني اغير بس انا بديش اعمل له سكادجول عشان ما يطلع للناس وتشوفه. اوكي، بعمل كرييت برودكاست، فممكن يدخلك على صفحة البرودكاست دايركت. ترجع على صورة البطة هاي بتلاقيه، شايف تجربة الساعة واحدة. ادخل على ايديت، وضع كويس. احيانا بصير يطلع هون زي ستارز، بتعدلها بسرعه. اول شيء طبعا هيك عملنا كرييت، واذا بدنا نعمل له سكادجول عرفتوا كيف نعمل له سكادجول. اذا بدك تعزم انفايت فريندز بتقدر تعزمه من هون، تعمل له كوبي لهذا اللينك، سواء بتضغط عليه وتعمل له كوبي بيست او بتضغط على هذه بس كوبي، وممكن من هون دايركت تبعتها على الجيميل او على الماسنجر او على الاوتلوك. فالموضوع سهل جدا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيف الطريقه. وانا بدي الغيه بس بعمل له هون ديليت، بعمل له ديليت، وضن البرودكاست هذا اوريدي ديليتد. مره ثانيه سريعا بعمل تحديد العنوان، ديسكريبشن اذا في، اذا بدي اعمل له سكادجول، وبعدين بضغط كاستمايز فور ايتش ديستنيشن، بعطيني هون بضغط عليها وضن انا نيو برودكاست. طبعا انا عملت هون برودكاست جديد، وزي ما انتم شايفين بدي اشيك اذا صح ولا لا. زي هون شايفين طلع لي هذه الكويشن مارك، مش عارف ليش هون طلع اوكي وهون طلع كويشن مارك. وعاده بكون حرف واحد بس بحطه تو كويشن مارك، فبنلغيهم وبنعمل له بس سيف، وبرجع الموضوع ممتاز. حتى هون شايفين مش عارف ليش كندا، نلغيهم نعمل سيف، مفروض هلا يكون اوكي. بس اذا دخلت ايديت بطلع واضح انتهى. بس حبيت اورجيكم هاي الشغلة. يعطيكم العافية، ان شاء الله نراكم بحلقة ثانية عن الستريم يارد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.